اهلا وسهلا بيكم مشاهد الصحة والجمال في كل مكان، ويا رب دايما تكونوا بخير. السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي الحقيقة قرب علينا حاجات كتير وقرب علينا مسافات كتير. خلانا النهاردة نقدر نتواصل مع اهلنا واصدقائنا من اي وقت في اي وقت ومن اي مكان، حتى وان كانت تبعد المسافات اميال ما بيننا وما بينهم. تقدر تتواصل معهم صوت وصورة خلال طول اليوم، تعيش معهم تفاصيل يومهم. ده غير انك تقدر ان انت توسع دايرة شغلك، تحقق شغل اكتر، يكون ليك معارف، حاجات كتير قوي. لكن الغريب العلاقات العاطفية اللي بتتم من خلال السوشيال ميديا، او بمعنى اصح الارتباط اللي اغلبيته بيكون لبنات سنها صغير، يعني اللي من السهل يضحك عليها. هل ده مسموح بيه؟ هل ده الغرض من السوشيال ميديا؟ وهل ده ليه علاج او ليه حد؟ هنعرف كل ده مع زمايلنا. صباح الخير يا منى. صباح النور. صباح الخير يا محمد. منى، ايه رايك في علاقه عاطفيه او ارتباط من خلال السوشيال ميديا؟ رايي ان مفيش راجل محترم بيحترم بنت بيبقى عايز دي تكون شكل العلاقه بينهم. ليه؟ لان اولا بيبقى عايز يشوفها عموما، يعني قصدك تقولي ان هو مثلا بيبتزها؟ تمام. بيبقى عايز يشوف هي هل هي بنت حلوه ولا لا، هتنفع تكون زوجه صالحه ليه والاولاد في المستقبل ولا لا، ويشوف طبعها كويس ولا لا. يعني مش شرط الشكل، لان شكل دايما مش هيدوم، يعني مش دايم فعلا. تمام. يعني مفيش راجل محترم بيكون بيدخل في علاقه جاده عن طريق السوشيال ميديا، ارتباط رسمي عن طريق السوشيال ميديا؟ لا، مفيش كده. هي ممكن كده تكون عايزه تقول ان الحب بيتبني على اساسيات. يعني مثلا انا بحب بنت، طيب انا بحبها ليه؟ اولا لازم حاجات تكون عجباني فيها. تمام. يعني مثلا زي اخلاقها، زي الطباع بتاعتها، زي صفاتها. تمام. انما انا ما اقدرش من خلال شاشه او من خلال مجرد تليفون ان انا احدد ارتباط بالظبط كده، كتابه يعني. يعني انا ما اقدرش ان انا احدد ان انا بحب البنت ديت. وصل لك؟ غير كده يعني زي ما قلت لك، الحب بيتبني على اساسيات. الاساسيات ديت بتحتاج فتره عشان الواحد يقدر يحددها، فتره على الاقل تكون 3 شهور. تمام. انما انت دلوقتي بتشوف الشباب على السوشيال ميديا. طب محمود، قول لي ليه 3 شهور؟ ليه 3 شهور؟ ليه يعني قلت 3 شهور؟ ليه 3 شهور؟ 3 شهور عشان اقدر اعرف طباعها ايه. تمام. يعني المفروض ولد وبنت اتكلموا مثلا على السوشيال ميديا، المفروض اللي يحصل نتكلم عادي وكل يعني حاجه. يعني مفيش علاقات ناجحه بتكون في فتره اقل من ال3 شهور؟ يعني مفيش مثلا هنفترض ان انا حبيت واحده. تمام. ف يعني كل اللي كان ما بيننا، مش هقول لك شهر بقى، اسبوع مثلا. تمام. اسبوعين، شهر، مش 3 شهور قصدي. يعني ده بيبني على ايه يا محمد؟ ده بيكون عند الولد او عند البنت بيكون في فراغ عاطفي. تمام. ما بيصدق حد يخش يملى الفراغ العاطفي دوت. تمام. في فرق ما بين الحب وما بين النزوه. الحب هو الاهتمام، هو مراعاة مشاعر الغير، هو مراعاة مشاعر الغير. إنما النزوة بتكون مجرد فراغ. تمام. مجرد ما يتملي الفراغ دوت بتنتهي النزوة دي. تمام. يعني نقصد نقول إن دوت بنملى أماكن أو بنملى فراغات. بالظبط كده. يعني أنت مثلا يا محمد. لا تمام، بالظبط كده. لأن يعني العلاقات اللي هي الطيارية دي، يعني آخرتها إحنا عارفينها كويس، هدفها مش حاجة لطيفة. يعني بالظبط كده، هي بتبني على فراغ عاطفي بس مش أكتر. يعني أنا قطعتك عشان لاحظت إن منى عايزة تقول حاجة. لا لا، مش مشكلة ولا يهمك. يعني أنت مثلا محمد ممكن ترتبط عن طريق السوشيال ميديا؟ لا، الموضوع ده صعب شوية. طيب ليه؟ أنا مش هرتبط بإيه؟ يعني شفت الأنيميشن كده، كرتون؟ أيوة بالظبط. هي دي بالنسبة لي نفس الحاجة. يعني انا ارتبط بحد انا كل اللي اعرفه عنه اسلوب كلام، وده مش واقع. يعني ده مش ده اسلوبه في الواقع وفي الحياه الواقعيه. ارتبط مثلا من صوره، هو بيكون مجرد شات بس او صوره بروفايل، يعني مش اكتر. يعني وارد جدا ان الصوره دي كمان تبقى فيك. بالظبط كده، او مش صوره الشخص نفسه. فهمني، انت بتكون بتكلم شخص اصلا. يعني مثلا هي تقول لك انا عندي 20 سنه وهي ممكن تكون 40 مثلا، او ممكن تبعت لك صوره واحده بتطلع مش هي. العلاقات ما بتبناش على الجديه. ده يعني غير ان انا مش هختار ام لاولادي عن طريق خيال. هو واقع
واقع، بس بالنسبه لي خيال. خيال ليه؟ لاني زي ما قلت لك انت ما تعرفش مين اللي بتكلمه، انت وارد تكون اصلا بتكلم حد صاحبك. بالظبط كده، فاهمني ازاي؟ يعني ما كنا بنشوف البوستات اللي كنا بنشوفها ان حد عامل مقلب في حد فبيكلمه بيرتبط بيه وهكذا. عايز اقول لك اصلا ان اغلب العلاقات على السوشيال ميديا الارتباط وكده بتنتهي 90% منها بالابتزاز. يعني انا مش مبالغ في رقم 90%، ولكن هو فعلا 90% بينتهي بابتزاز. اكيد تمام، اكيد لو ما كنتش تعرف الشخص اللي بتكلمه كويس ما تديلهوش الامان ان انت تتواصل معاه عن طريق السوشيال ميديا، لاني برضو تاني موضوع الابتزاز، عندك الهاكر، عندك اللي هو ممكن من خلال ان هو يبعت لك صوره تقريبا او لينك او بالظبط كده، بيكون هو اصلا جوه التليفون عندك، بيكون جوه التليفون عندك. بالظبط. ايه رايك في طيب تفتكر ايه اللي يخلي الشاب يرتبط بنت عن طريق السوشيال ميديا من غير ما يكون عارف هي مين او اهلها مين؟ والله هو دوت يعني اعتقد ان ده بيرجع اولا واخيرا للتربيه. اكيد تمام. يعني مثلا الموضوع هنا حله بدايه لازم نرجع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاصفر بذات الدين. تمام. بمعنى يعني بمعنى تنكح المراه لاربع. تمام. جه في اخر الحديث قال لك فاصفر بذات الدين. تمام. يعني تنكح المراه لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها. تمام. فاصفر بذات الدين تربت يدك. فاولا لازم نختار واحده ذات دين وذات خلق اقدر اولا ان انا اقول عليها ان هي تناسب تكون ام الاولاد. طب تفتكر في علاقات ناجحه من السوشيال ميديا؟ اكيد طبعا لازم يكون في علاقات، يعني كل حاجه يعني اكيد كل قاعده ليها شواذ. بالظبط كده، ولكن ما نقدرش نقول ان كله كده. يعني مثلا العلاقات الناجحه عن طريق السوشيال ميديا قليله جدا، هتلاقيها اشخاص تتعدى على الايد. تمام. 90% يبقى 10% ممكن اقل من 10% كمان. اقل. دي حقيقه فعلا. طيب يا منى تقولي ايه للبنات اللي سنها صغير او للبنات عموما اللي بترتبط عن طريق السوشيال ميديا او اللي بتدخل في علاقه عن طريق السوشيال ميديا، علاقه عاطفيه؟ طيب انا هنا بإيه؟ اصلا يعني بنصح الاهل قبل البنت ان هم يقربوا منها، يشوفوا هي بتعمل ايه ويراقبوها، بس بطريقه لطيفه. يعني مثلا مش بطريقه تخلي البنت تتضايق او تضطر ان هي تخبي عليهم حاجه، ويخلون ان هي تحكي ليهم، يعني ما تخرجش تحكي اسرار الناس بره. تمام. وبعد كده برجع للبنت بنصحها ان لو اهلها مش مخلينها محتاجه اي حاجه، يعني مثلا مش مخلينها من ناحيه الحنيه ان هم مقربين منها، فهي تبعد مثلا عن صحابها اللي السبب ان هم تمشي في الطريق ده. تمام. تبعد عنهم خالص وتقرب، يعني مثلا تقرب بقى من ربنا، لان ما فيش احن منه واحن طبعا من الاهل. اكيد يعني البنت لو ما لقتش الحنيه في بيت اهلها هتخرج طبعا تدور عليها بره. اكيد صح كده. اكيد. طب الحنيه بس ولا ممكن يكون اسباب تانية؟ يعني مثلا لو الاب بخيل مثلا لقيت حد ان هو يعوض النقص بره، يعني بتاع البخل يعني ده بره، مثلا في زميل ليها مثلا في عنف اسري مثلا في البيت او حاجه كده، فهي لقيت دوت، هل ده مبرر ان هو يخليها مثلا ان هي ترتبط عن طريق السوشيال ميديا مجرد شيء؟ ممكن ترتبط بيه. يعني لو حطينا منا، لو انت منا حطيتي نفسك مكان البنت دي هتفكري ازاي؟ يعني هتلجئي فعلا ان انت ترتبطي باي حد لمجرد ان هو يعوضك؟ لا اكيد مش اي حد. انت فيه ولا لا اكيد مش اي حد. ساعتها ممكن يرتبط، بس نرتبط بقى بس في الحلال. هو كله كده كده لازم بيرتبط. احنا هنا بنتكلم على السوشيال ميديا، ارتباط مجرد ميديا فهمني؟ مش اكتر. لا اكيد مش اللي هو تلاقي مثلا تلاقي حد بيعوضك او تلاقي حد بيسال عنك او بيهتم بيكي او كذا او كذا. طيب او كذا. ليه مش هينفع الشات؟ يعني مش هينفع لانه مجرد شات بس مش اكتر، ولا لانك مثلا عندك مواصفات للزوج اللي انت عايزه تتزوجيه، فعشان كده مش هينفع ارتباط عن طريق السوشيال يعني. ميديا، ولا ده مبدا اصلا عندك ان هو ما ينفعش ارتباط عن طريق السوشيال ميديا؟ لا ده مبدا ما ينفعش طبعا اي ارتباط عن السوشيال ميديا. تمام. طيب محمد، من وجهه نظرك ازاي نعالج الموضوع دوت؟ والله من وجهه نظري ان احنا نعمل حملات توعيه من خلال السوشيال ميديا نفسها. زي الاعلانات اللي بنشوفها، في اعلانات كتير قوي بنشوفها في السوشيال ميديا. احنا كده كده فاتحين اي ابلكيشن سوشيال ميديا ال 24 ساعه. تمام.
فنعمل حملات توعيه، يعني الاهل نفسهم، الاخ الكبير، الاخت الكبيره، مش لازم يكون في اسلوب عنف، لان العنف عمره ما هيجيب ايجابي، العنف دايما بيكون سلبي. زي ما قلت، حملات توعيه عن طريق مواقع السوشيال ميديا نفسها، فاهمني؟ من خلال المدرسه، من خلال الكليه، من خلال الجامعه، من خلال حاجات كتير، من خلال بالظبط كده. يعني انا بحب الدوله نفسها، بحب اوجه رساله للشباب، يعني انت قبل ما ترتبط عن طريق السوشيال ميديا، اولا هل انت جاهز؟ هل عندك شقه؟ هو تمام، يعني مش بيبص اولا لازم تحط لنفسك اساسيات. تمام، هل انت قادر على الاعاشه، قادر على الاعاله؟ رجعنا لكم بعد الفاصل مع منى. منى، تحبي كنت عايزه تسالي محمود. كنت عايز اساله عن، يعني تفتكر ايه دور الاهل في الموضوع ده؟ ويعني تفتكر هم ليهم دور مؤثر؟ يعني ممكن يكون عندهم حل للمشكله دي عموما. الاهل انا شايف ان هم يكون ليهم دور المصاحبه اكتر من دور المراقبه. تمام، يعني الاهل اولا، الاب والام المفروض يراقبوا الابن او البنت، يصاحبوهم مش يراقبوهم. تمام، بحيث ان البنت لو حصل معها اي حاجه او الشاب حصل معها اي حاجه في فتره المراهقه، اللي هي فتره الاعداديه او الثانويه تقريبا، يعني من سن كام لسن، يعني من 10 سنين مثلا ل 19 سنه، من حوالي 13 لحد قبل ال 21. بعد ال 21 بيكون العقل اكتمل، بيكون الشاب نضج خلاص، يعني بيكون قادر ان هو يحدد انا محتاج ايه في حياتي، ايه الزوجه اللي انا عايزها بالظبط. تمام، إن يقدر ان هو يختار، ادور على الشريك الصح او الشريكه الصح. بالظبط كده، غير مصاحبه الاهل لازم يكون في حملات توعيه. اسال منا سؤال. تمام، البنت امتى ترتبط او امتى تقول امتى تكون صالحه للارتباط؟ اللي هو يعني ما تبقاش مثلا النهارده بتحب محمود، فمحمود يتخانق معاها، يزعلوا من بعض، يسيبوا بعض، بكره تحب محمد، وهكذا، لان احنا بنشوف ده كتير. امتى يعني من سن كام البنت ممكن ترتبط؟ هو عموما لما تبقى ناضجه، يعني شايفه ان ده الوقت المناسب. طيب، معانا استاذ محمود من القاهره. صباح النور. صباح النور يا استاذ محمود. موضوع مهم، ودور الاهل فعلا بيفرق كتير في التربيه مع دور المدرسه. يعني ما ينفعش ان احنا مثلا نبقى عاملين كل حاجه على المدرسه وسايبين الاولاد من المدرسه اللي بتعلمهم والبيت نفسه وتربيتهم مطنشين القصه دي خالص. لا، البيت له عامل كبير جدا 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 في تقويم الاطفال وتقويم سلوكهم وتربيتهم، وان هم البيت هو اصلا اللي بينشئ نشء كويس، بيبقى مجتمع صحي. اكيد طبعا، يعني هو البيت المفروض هو الاساس. يعني استاذ محمود، هو حضرتك عندك اولاد؟ اه، عندي اولاد. بنات واولاد ولا؟ اه، بنات واولاد، والواحد بيتابعهم كويس جدا. تمام، تنصح الاب ان هو يتعامل مع بنته ازاي؟ بلاش يعني الولد ممكن ايه يكون محكوم شوية في التعامل معاه، البنت بيبقى لها معاملة خاصة شوية. لا والله، مش كنت معاملة خاصة، أنا لو مررت التعامل تبقى يعني مش مظبوط. لا، مش قصدي، قصدي إن البنت بتتصرف بعاطفتها أكتر من عقلها، يمكن الولد بيبقى عارف يتصرف. من أهلها، من باباها، من مامتها، تحكي لهم كل حاجة، بتعرفهم كل حاجة، بتتعرض لها، بيحصل لها، التعاملات اللي بتشوفها من الناس، السلوكيات اللي بنشوفها في الشارع، لازم احنا نبتدي نقاوم ده كله. يعني احنا لو سيبنا، هو محمد يقصد ان والمدرسه، طب المدرسه هتربيهم العلم والحاجات دي، الشارع هتربيهم في ايه؟ تمام، الشارع هيدخلهم في حاجات كتير، اكيد لحاجات غلط كتير، ممكن لهم صحاب في بيئات مختلفه. هو محمد يقصد ان الولد ممكن نستخدم معاه الشده شويه، او ممكن هينفع معاه الشده. تمام، انا صاحبه بدل ما اشد عليه. تمام، يعني انا صاحب ابني واكون دعم ليه، واكون يعني اكون صاحبه وصديقه وعارف كل حاجه عنه، احلى ما يروح يصاحب حد بره. بالظبط كده، حد يدله في طريق، يمشيه في طريق سوق احسن. ما حد يمشيه في طريق سوق. كل الشباب اللي فيه ده، يعني مثلا هقول لك على حاجه، خاصه الشباب اللي بعضها مهاجره، يعني بتسافر بره وتشتغل شغل بره، بتلاقي ابنه يعني عنده خلل. اكيد بيتصاحب على واحد بيشرب حاجه، بياخد طريق مش كويس، بيعرفوا عن ناس مش كويسه. طيب، تنصح بايه لو الاب مسافر؟ الوطن يعني. لو الاب مسافر او الاب
في مكان في دولة تانية غير الدولة اللي فيها الابن أو البنت ديت، تنصح بإيه عشان التربية تطلع سليمة، أو عشان الولد أو البنت ما ينجرفش في الطريق اللي حضرتك لسه قايله دوت؟ وحضرتك لازم الأب فعلا لو مسافر أو كده ما يبقاش فترات بعيدة، بحيث إن الأب يبقى متابع أولاده، لأن هو بيسافر ليه؟ يعني أنا مسافر ومتغرب وشقيان بره ليه؟ مش عشان ابني يطلع كويس؟ بالظبط كده. طيب عشان يجيب له فلوس وهو يطلع كويس يشرب بيها مخدرات أو يشرب بيها حاجات. طيب هل الدور كله فبلاش السفر أحسن. بيكون للأب، الدور كله بيكون للأب، ولا الأم بيكون ليها عامل في الموضوع دوت؟ الأم طبعا عامل كبير جدا، لأن الأم أصلا أكثر واحدة قاعدة مع الأولاد. الأم هي اللي بتراعي، هي اللي شايفة كل حاجة، هي الترمومتر بتاع البيت أصلا، هي عمود البيت. هي أيوه، هي العمود الصفي للبيت بالظبط. فاهمني؟ فلازم احنا لازم تبقى واخدين بالنا، لان صلاح الاسره من صلاح المجتمع. طب يا استاذ محمود، حضرتك لو عندك اطفال، تقريبا في كل بيت دلوقتي كل طفل معاه تليفون. لا، ما هي لازم تبقى في رقابه، يعني حضرتك بالنسبه للتليفونات لازم حضرتك التليفونات والنت، ما تسيبش النت مفتوح للاولاد بالذات الاطفال، لان الحاجات دي بتاثر كبير جدا في سلوكهم وتعاملاتهم. يعني ممكن يدخلوا على مواقع اباحيه، مواقع مش كويسه، فانا ضربت ابني. ولما بتسحب النت ما بتسيبوش مطلق، يبقى مثلا بفترات زمنيه محدده، يعني مثلا ساعتين في اليوم بالظبط، يعني يكون في وقت معين ليه. شكرا يا استاذ محمود. استاذ محمود كان بيتكلم ان الرقابه على الانترنت، زي ما قلت لحضرتك في البدايه، ان في فرق ما بين الحب وما بين النزوه. الحب بيبنى على اهتمام، بيبنى على مراعاه مشاعر الغير، انما النزوه مجرد ما بتوصل للهدف بتاعها، سواء كان الهدف بقى استغلال، سواء كان هدف جنسي مثلا، مهما كان الهدف هو ايه، النزوه مجرد ما بتوصل للهدف بتاعها بتخلص. استاذ محمود كمان اتكلم في ان مش المدرسه بس هي اللي عليها العامل الرئيسي او الشارع، لا، البيت عليه العامل الرئيسي. ولما اكيد سألته طبعا، يعني الاب لما يكون مسافر قال لك الام عليها العامل الاكبر، وان الام العمود الفقري للبيت. بص يا استاذ محمد، في مثل شعبي كده بيقول لك اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها، تمام؟ فلازم اولا اختيار الام. للاسف وقتنا خلص، يا رب يكون استفدنا وافدناكم، واستفدنا منكم، واستفدنا من الاستاذ محمود. في اخر حلقه لنا من برنامجكم حكايه جديده.